حاضرة على مناول في مهرجان الحمامات الدولي وقابلت الجمهور التونسي. كانت هذيك أول مرة تقابل فيها الجمهور التونسي؟ كانت هذيك أول مرة بالفعل تقابلنا فيها مع الجمهور التونسي وكانت أحلى المقابلات. الجمهور كان جدا كريم وإيجابي، كان حسسني كما أنا في بيتي. أنا نحاول نحكي معاك تونسي، أصدقائي تونسيين نتعلم منهم. فوالا دونك قاعدين نفهموا فيك بالتونسي. أنت قلت لي بالتحديد من السعودية، منطقة الحجاز هكا ولا؟ يعني من جدة. من جدة، وحكينا شوية بالسعودي، ما نساش نفهموا فيك. أنا ديما لما بسمع الأشخاص كيف يتكلموا بتأثر فيهم، يعني كموسيقي يعني نتأثر شو ايش نحن نسمع يعني. فوالا دونك كي حضرت في المهرجان عام ناول كنت غنيت لنا اغنيه تونسيه تحت الياسمينة. تحت الياسمينة. علاش اخترت الاغنيه هذيك بالذات؟ حبيتها وسمعتها كثير من سمعتها كثير من صابر الرباعي. نعرف ان هي لهادي جويني بس انا سمعتها من اول شيء من صابر الرباعي، بعدين سمعتها من سمعت الاصل وحبيت لحنها وحبيت كلماتها وحبيتها نغنيها يعني. وتحت الياسمينة في الليل غنيتها في تونس كهو للجمهور التونسي ولا غنيتها في حفلات في مصر ولا في لبنان ولا في؟ انا دائما اغنيها يعني غنيتها في اليوتيوب برضو وحبيت نغنيها في تونس عشان انا يعني حبيت نشكر تونس يعني او انه لغه مباشره مع تونس. هو اغلبيه الفنانين اللي يحضروا تونس في مهرجانات يختاروا اغنيه تونسيه تكون قريبه للشعب التونسي ويغنيوها. بالنسبه لي كنت اخترتها فقط باش ترضي الجمهور ولا لانه حبيت؟ لا انا احب الاغنيه، انا احب الاغنيه هذه ودائما انا ما نغني اي شيء اذا انا متقلق منه ومش متاكد منه. بس الاغنيه هذه انا نحبها كثير، كما في اغاني مصرية كثيرة أحبها، في أغاني بس الأكثر يعني أنا أحب أغني هذه الأغنية يعني عشان أحبها، عشان حبيتها لك علاش غنيتها. فوالا حتى أنا تأثرت بك وليت نحكي معك بالسعودي كيفك. دونك تخمم تغني أغنية تونسية، أغنية باللهجة التونسية مش ربخيز، أغنية أنت مكتوبة لك أنت وملحنة لك أنت بالذات وتخرجها باسم عبد الرحمن محمد؟ ممكن يعني دحين أنا في المرحلة الأولى بفكر في اللغة العربية الفصحى عشان الواحد يقدر ينتشر قدر المستطاع، بعدين بعد اللغة العربية الفصحى ممكن نغني باللهجات، ممكن نغني حتى بالإنجليش، ممكن نغني بالفرنش، المجال مفتوح والمشوار طويل إن شاء الله. دونك سيف هذي الفين دونك يعني إيش؟ يعني سو سو أوكي سيف هذي باش نشوفوك في مهرجانات تونسية. لكل حادث حديث. نتمنى انه يكون الموضوع يعني سري شويه الى يصير حاجه تسمعوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله نتصور باش نشوفوك في مهرجان تونسي كبير، يمكن حسيت اللي انت باش تكون على كارتاج. لا تحاولي تعرف المعلومه، حنخليها خليها سيربريز، لكن المهم باش تكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون موجود.